اهلا بكم مجددا، واهلا بمن ينضم الينا الان لمتابعه ما تبقى من برنامج كوره بتواجد ضيوفي في الاستوديو الزميل عبد الكريم الجاسر والزميل توفيق الخليفه، وايضا مستمعينا عبر اذاعه روتانا اف ام. الاهلي ايضا ومشواره الاسيوي وانطلاقه رائعه نحو النهائي باذن الله ان يعود لنا باللقب الاسيوي. الأهلي يصل للنهائي، نهائي آسيا الكبير، الحلم الذي طال انتظاره والمنصة التي يتمناها كل لاعبي القارة الصفراء. مشوار صعب وطويل مر به الفريق الأهلوي، لعب فيه مع أندية عدة خارجية ومحلية، حتى وصل للخطوة الأخيرة في مشواره الآسيوي وقابل جاره العنيد وغريمه التقليدي الاتحاد. مباراتان حملتا معهما كل ما في عالم كرة القدم، حتى حسمها الأهلاويون لمصلحتهم بثنائية. استقرار إداري وجهاز فني يعرف خبايا الفريق وكوكبة نجوم ومواهب شابة كانت على قدر المسؤولية، وقبل ذلك كله وبعده جمهور لا يعرف لليأس معنى ويدعم الفريق في كل زمان ومكان. سفير الوطن سيكون على موعد هام لتحقيق حلم أصبح قريب المنال، فكل الدعوات لفرقة الرعب الأهلوية لحصد البطولة الأكبر والأهم في آسيا. بدر الفايز كورة. بالنسبة للأهلي كنت ستتحدث عن الأهلي أبو نايف قبل ما أشخص في المرة الأولى. طيب أول شيء نبارك النادي الأهلي. حقيقة المجهود العمل الإداري الجبار ما كان ليحدث لولا أن يكون هناك عمل إداري جبار أيضا بحجم الأمير خالد بن عبد الله والأمير فهد بن خالد والأستاذ طارق كيان. الأهلي يعني من موسمين كان يعني يحتل المركز الـ11، الآن نرى أن النادي الأهلي في جميع فئاته السنية إلى الفريق الأول، الفريق الأول الآن يلعب على نهائي آسيا. تجربة يجب أن تستنسخ لجميع الأندية المتعثرة، بعكس ما يحدث بنادي الاتحاد من 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 عمل إداري سيء، من عدم تكاتف أعضاء الشرف. الأهلي ما هو بحاجة أعضاء شرف بوجود الأمير خالد بن عبد الله، ولكن أيضا المال وحده لا يصنع الإنجازات، هناك عمل إداري. أبارك للنادي الأهلي بوجود هذه الإدارة، نوعية اللاعبين الرائعين، التخلص من بعض اللاعبين اللي يضرون النادي، التعاقد مع يعني رباعي أجنبي جيد، أنا أراهم يعني ثلاثي جيد. ألف مبروك للأهلي، نحن كلنا سنقف يوم السبت القادم بالتأكيد كمجانين خلف الأهلي بالتأكيد. سنصبح كلنا مجانين الرياضة السعودية مع مجانين الأهلي إن شاء الله. سؤال آخر يعني ما هو مغلف بشكل فني لكن لا أريد تفاصيله فنيا. الهلال قابل أولسان وفي كوريا بالتحديد، وسيذهب الأهلي إلى هناك. يعني خلينا نقول الملامح اللي ممكن أو المسجات والرسائل اللي ممكن يقولها أبو يزيد تفيد الأهلي كثيرا، ما الذي يحتاجه؟ يعني تأكيد إحنا شاهدنا كلنا على أرض الملعب واقع أنه فريق أولسان مو فريق سهل أبدا نهائيا. صحيح، والحقيقة أولا يستحق النادي الأهلي تهنئة كبيرة جدا على الأداء اللي قدمه وعلى المستويات الكبيرة اللي قدمها في البطولة. الفريق يمكن هو الأحق في مجموعته في الوصول للمباراة النهائية، يؤدي كرة قدم على مستوى عالي جدا، فريق عناصر شابة، عناصر خبرة، جهاز فني على مستوى عالي، تكامل يعني نموذج لتكامل العمل الفني والعمل الإداري في الأهلي. يعني في مباراة الإياب
أمام الاتحاد كان في عمل إداري كبير، شاهدنا لاعبين يعني إصرار ورغبة قوية جدا جدا في قلب نتيجة المباراة والتأهل، دعم جماهيري كبير، كل هذه الأشياء الحقيقة يعني أضافت للأهلي الشيء الكثير، وقدم أداء يعني بالفعل مشرف، وإن شاء الله أنه يعني يجعلنا نطمح في يعني تجاوز فريق أولسان رغم قوة فريق أولسان زي ما تفضلت. فريق الكوري طبعا لا يجب أن نستهين فيه، سيلعب على عرضه بين جماهير، المباراة ستكون يوم السبت وهذا تاريخ مهم جدا من حيث أنه يعني لما ذهب الهلال إلى أولسان كانت المباراة يوم الأربعاء، أولسان مدينة عمل، معظم الناس مرتبطة بأعمالها، الحضور الجماهيري قليل، يعني الملعب ساعته أي نعم الملعب ساعته كبيرة جدا، لكن الحضور لا يتجاوز نصف الحضور تقريبا، وبالتالي وجود المباراة يوم السبت سيجعل المباراة تقريبا تحظى بحضور جماهيري كبير. الأهلي بإذن الله إن شاء الله لا خوف عليه في ظل وجود عناصر جدا ممتازة بالذات في خط الهجوم والقدرة على التسجيل، المباراة النهائية لا تخضع لأي مقاييس، ممكن يعني النتيجة ممكن يحققها الفريق الأقل أو الفريق الأقوى، لأنه مباراة كأس كل شيء جائز فيها. لكن هل تتوقع أن أولسان يلعب خارج أرضه أفضل من داخل أرضه؟ بالفعل يعني أنا أشوفه مع الهلال ومع أوزبكستان الشيء خارج الأرض أفضل، أي كان خارج أرضه أفضل، لكن أنه فريق خطير قادر على أن يؤدي بمستوى عالي، وهذه النقطة المهمة اللي يجب أن يعني لا نغفلها، بحيث أنه ما رتم الأداء عند مرتفع، أنت رايح تأخذ الكأس، فريق يلعب على أرضه بين جماهير، تحتاج إلى نوع من التوفيق، تحتاج إلى أن يؤدي الفريق بشكل عالي، أن يلعب بشكل الحقيقة مدروس من حيث الاندفاع وعدم فتح اللعب والتعامل مع المباراة، وهذا الشيء إن شاء الله ما حيكون صعب على السيد ياروليم مدرب الأهلي، مدرب خبير وقادر على أن يقود فريقه. أتمنى التوفيق للأهلي إن شاء الله، وأن يكون يعني استمرار للصورة المشرفة اللي ظهر عليها في البطولة الآسيوية.